بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2024 نقدم لكم يعني بصفتنا كجهاز أمني للشرطة مصالح أمنية الولادة نقدم لكم مجموعة من النصائح والإرشادات لفائدة سائقي مركبات النقل الجماعي خاصة أنتم سيارة الأجرة. نطلب منكم يعني بضرورة احترام قانون المرور وبالإضافة إلى اتباع يعني جملة الإرشادات والنصائح التوعوية التي تقوم بها مصالح الشرطة على مختلف الولايات. كذلك يعني نطلب منكم يعني عدم التجاوز في يعني الأماكن أو الغير مسموح بها. وخدم في المحطة البوليدة ومتنكل كل ولايات الشرق غرب، والحمد لله راه عندنا الامن لهنا متوفر الامن والحمد لله ما كاين والو سلامات. رانا نروحوا خويا كل ولايات والشرطة معانا متوفره عندنا لهنا في المحطة البوليدة، متنقل الحمد لله ما كاين لا مشاكل لا والو، يلحق يريزيرفي التيكي تاعو يطلع عادي الحمد لله. تطبيقا للمخطط الامني الذي وضعته المديرية العامة للامن الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مصالح أمن ولاية بليدة وضعت جملة من التدابير الاحترازية الأمنية والوقائية التي من شأنها ضمان أمن المواطن في نفسه وممتلكاته عبر إقليم اختصاصها. هذه الإجراءات الأمنية تهدف إلى الحفاظ على النظام العام، السكينة والصحة العموميين، السلامة المرورية، حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، المحافظة على البيئة والمحيط مع إطلاق حملات تحسيسية للسائقين لعدم الإفراط في السرعة وتفادي الحوادث المرورية القاتلة. وبهذه المناسبة تبقى مصالح أمن ولاية البليدة من خلال مركز القيادة والسيطرة على أتم الاستعداد لاستقبال البلاغات والتكفل بانشغالات المواطنين عبر خط النجدة 17 والرقم الأخضر 1548 وكذا الرقم 104، بالإضافة إلى تطبيق ألو شرطة المتاح للتحميل عبر الهواتف الذكية للتبليغ عن كل ما من شأنه المساس بسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.